بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو احنا هنعمل شغل الكهرباء، اول حاجه بنبدا بيها ان احنا نحط الكتريكال باور اكيوبمنت، نبدا نحط المكن، وبعد كده نحط فيكتشر، وبعد كده نرسم الواير، وبعد كده نبدا نوصل بالميكانيكال اكيوبمنت، وبعد كده لو في اي مكن تاني، وبعد كده بنعمل البانل سكادول. تمام، فخلينا نبدا نحط الالكتريكال باور اكيوبمنت. طيب انا دلوقتي عندي الفيو، ببص كده لقيت في حاجه مش مظبوطه، في لوح مش موجوده. تمام، ده بس مثال كده نتدرب عليه مع بعض. فهاجي هنا هقول له براوزر اورجانيزيشن، يعني في حاجه انا عايز ابدا ارتبها. فهنا هو جايب لي سيمبل بس، تمام، لا انا عايز اول، او ممكن اقول له فيسز، تمام، او ممكن اعمل حاجه جديده وسميها اي اسم. تمام، كل واحده من دول اقدر اعملها اديت، تمام، ما عدا الاول، لان الاول بيظهر لي كله. الفيس ممكن اقول له اديت، وابدا اقول له فلتر، افلتر الحاجات ديت بحيث ما يظهرليش مثلا غير الكهرباء. يعني ممكن اقول له مثلا ايه، فلتر لي بالدور، فلتر لي بالنيم، تمام، فاقول له مثلا ما تظهرليش غير الاسامي ديت، او الاسامي اللي هي ما بتساويش كذا. ممكن انا اكون مثلا عايز الاسامي بتاعت كهرباء او اسامي ميكانيكا او فابدا اظبط اللوحه اللي انا عايزها. هنا جروبنج اقول له ايه، رتبهم لي، يعني زي ما انت شايف هنا، وحط الاتشفاك، بعد كده البلامنج، بعد كده الباور. ممكن اقول لا انا عايزها بالفيس، انا عايزها بالتايب، انا عايزها بالفيو نيم، بالفاميلي، في الفاميلي ان تايب. كل الحاجات دي تقدر ترتبها، وتقدر ترتبها من كذا مستوى. عندك كام مستوى؟ ده المستوى الاول، تمام، وتحتيه مستوى تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، تمام. انا غالبا مش توصل لاكتر من ثلاثه. تمام، في حاجه سورت باي، هو هنا رتب بالفيو نيم حسب الاسم. فلو انت كاتب رقم، الرقم هيطلع فوق. لو انت كاتب مثلا البوديوم، الحرف البي هيخليه يطلع فوق، لان اي بي، تمام. فانا بفضل شخصيا اسيتد ليفل، بحيث ان هو يناسب للليفل. تمام، طيب احنا في الاول هنا هقول له اوكي، هيبدا يظهر لي كل الحاجات. فانا اقول له هنا فلور، انا دلوقتي عايز اشتغل الكتريكال او باور، فاقول له انا عايز الباور بلين. تمام، على سبيل المثال. طيب خلينا نمسك اوضه كده ونلغي منها كل شغل الكهرباء. هاجي اعلم كده واقول له فلتر، واقول له الميكانيكال اللي انا مش عايز الغيها، الباب اللي مش عايز الغيها، انا عايز بس الغي الالكتريكال فاكتشر، واقول له اوكي ديليت. تمام، فهو بيقول لي انت كده في سيستم حصل فيه مشكله، السيستم اللي هو رقم 13 فاضي. طيب ايه موضوع السيستم دوت؟ لو جيت هنا من فيو يوزر انترفيس هتلاقي سيستم براوزر، ده المتصفح للسيستم. كده انا فسرت الموضوع، فسر ما بعد وجود الماء. ده بتلاقي فيه مثلا سيستم الكهرباء، بتلاقي فيه الباور مثلا، دي الحاجات، تمام، بتلاقي فيه البايبنج، بتلاقي فيه الميكانيكال، التكييف، الاكسوست، الريتيرن سبلاي، كل حاجه بصلها بتظهر هنا. لو في حاجه مش متوصله ان اساين، تمام. ده الملف اللي جاي من نوت ديسك، تمام، عشان ما حدش يقول لي شغلك كويس، انا فتحته وما عملتش فيه تعديل. تمام، طيب خلينا نبدا هنا. هقول له انا عايز ابدا احط الكتريكال اكيوبمنت، فهاجي من سيستم، طبعا مش هروح لاركتكشر، لسيستم، واقول له ايه الكتريكال اكيوبمنت، فهيبدا يحط لي الفاميلي. طيب هيحط لي فاميلي بروبرتيز، اقدر اختار الفاميلي اللي انا عايزها. دي فاميلي دي ان هوستد. يعني ايه ان هوستد؟ يعني تقدر تحطها في اي حته، تقدر تيجي كده في الهواء تحطها، تمام، كانك مثلا بتحط كرسي، مش محتاج هوستد او حاضن او حاجه تحطها. تمام، في بعض الاكيوبمنت او بعض الفاميلي لازم يكون لها هوستد. تمام، طيب هيحصل ايه بقى لما اختار حاجه تكون هوستد؟ زي خلينا نختار البانل بورد ديت، دي بانل بورد هتبقى هوستد، بيقول لي لازم تحطها في حاجه. طب ينفع احطها في الهواء؟ لا، جايب لي علامه اكس اهي. تمام، زي الباب، الباب في عماره ما يقدرش يحطه غير على يكون عندي حيطه، لما تيجي تحطه في الهواء ما يرضوش. ازاي هيبقى في باب في الهواء؟ ما انا مش شفتها في فيلم قبل كده، صيف خريف ربيع شتاء، كان الفيلم اسم الفيلم كده، تمام، بس ده استثناء. هو هنا بيقول لي عايز تحطه على الحيطه، ولا عايز تحطه على الارضيه، ولا عايز تحطه على الورك بلان. يبقى انت ترسم ورك بلان من سيستم، هتقول له سيت ورك بلان، وتبدا تحط ورك بلان. ممكن يكون عندك حاجه مايله وعايز هي دي اللي تحط عليها. فانا اقول له فيرتيكال فيس. طيب فيرتيكال فيس يبقى لازم تقول له الارتفاع. فيرتيكال فيس يبقى انت كده هتحطه على الحيطه. طب عايز تحطه في اول الحيطه، ولا في اخر الحيطه، ولا فين بالظبط؟ فانا اقول له الارتفاع بتاعي مثلا 1200، واحطه مثلا على الحيطه هنا.
تمام، مش لازم لو في اوضه كهرباء هتلاقيها هنا مثلا زي هنا، ممكن تروح حاطط فيها اللوحه دي، خلينا نحطها هنا مش مشكله. ده مجرد مثال. تمام. طيب لما جيت احط اي فاميلي، تمام تعال نحط الفاميلي تاني، جاب لنا اختيار اللي هو لود فاميلي. ممكن يكون في فاميلي انت عايزها ومش موجوده هنا، فتقول له لود فاميلي وتدور. ما دمت قلت له لود فاميلي وانت واقف في الالكتريكال اكويبمنت، يبقى لازم تختار الالكتريكال اكويبمنت. يعني لو اخترت حاجه غلط كنت مثلا مش هيقدر يحملها، الا لو كسرت نبيعه حملها بشكل وحش. تمام، هو كده بيحمل الفاميلي. تمام، هنا بيعمل له ابلود من 2016 ل 2017. قال لك ايه؟ قال لك انت واقف لي في الكتريكال اكويبمنت وجايب لي حاجه ثانيه، فمش هيقدر يحملها. تمام. طيب هنا بقول له تاج امبليسمنت. يعني ايه تاج امبليسمنت؟ يعني وانت بتحط المكنه حط معاها التاج بتاعها، تاج امبليسمنت. بيقول لي انت عايز التاج ده يبقى هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ طب عايز تختار اني تاج؟ ابدا اشوف بقى ايه الالكتريك اكويبمنت هيبقى التاج بتاعها ايه. ده الفيكتشر، ما عنديش فيكتشر دلوقتي، ما عنديش تاج للفيكتشر دلوقتي، ابقى احمله لما احتاجه. تمام. طيب اقول له كانسل. طيب عايز ليدر ولا لا؟ يعني لما يجي احطه كده يبقى فيه ايه ليدر محطوط. تمام. طيب هو ليه ما ظهرش؟ هو ظهر اهو. تمام. طب ليه ما كتبش؟ لان هو بيكتب ايه الاسم، اسم الاسمه لسه احنا ما سميناهوش. فهاجي هنا انزل الاقي البانل نيم. تمام، اسميه مثلا بي بي 1. تمام، اهو ده الاسم بتاعه. طيب لو انا ما حطيتش التاج وعايز احطه دلوقتي، اقول له تي جي وابدا احط التاج وهدي له اسم بحيث ان هو يظهر معايا. تمام اهو. طيب هاجي هنا ادور على النظر ضعيف شويه، ف البانل اللي ما هيت اقول له مثلا بي بي 2. تمام، وادخل جواه اديت. طيب تبدا تشوف بقى الخصائص بتاعته، الفولتج، السيرتكت هاي. تمام، هقول له ايه كانسل وابدا اوصل. طيب انا دلوقتي خلاص حطيت الالكتريكال اكيوبمنت. طيب يبقى انا عايز احط ايه بعد كده؟ بعد كده احط الالكتريكال فيكتشر. تمام، هبدا احط دي الفاميلي دي محتاجه انها تتحط على هوستد زي ما شايفين. ممكن اقول له تاج امبليسمنت وابدا احط مثلا 1 2 3 4. طيب جميل جدا، هاجي هنا هقول له انا عايز كرييت سيستم باور. طيب هو عمل لي السيستم، بس السيستم لغايه دلوقتي فاضي ما فيهوش حاجه لسه. تمام، فاقول له ادي السيركت وابدا اضيف السيركت ديت. تمام. طيب انا حطيت دول، طب اقدر انا استعبطت وحطيت حاجه من بره؟ هو خلي بالك اللي انت بتحدده بيبدا ياخد لون. طب لو خدت حاجه من زميلي كده من غير ما حاجه من اوضه تانية او من باور تانية، ما دام بوصلها باور تانية هيجيب لي ست خطا، يقول لي خلي بالك انت اتعديت على بانل تانية. تمام. طيب هدوس كنترول زد لان كده هخش في حاجه تانية. انا لما اخترتهم هم عمال يعدهم لي دلوقتي باربعه، لما اخترت دي نقطه 20 دخل الدايره كلها فيها. طيب هقول له دلوقتي بقى سيلكت بانل، ممكن اجي هنا واختار البانل اللي انا عارفها. يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز البانل اللي اسمها كذا بي بي 1 بي بي 2 زي ما انا عايز. تمام، مثلا هتختار اي بانل. تمام اهي. تمام، واقول له ايه فينش. يبقى انت كده عملتهم ووصلتهم بالبانل بتاعتهم. لو جيت هنا ودوست تاب هيبدا يوصلهم لك ببعض وتبدا تشوفه. ممكن تقول له بقى ارسم لي ايه ارك واير او شامفر واير زي ما انت عايز. تمام، وتقدر تفصل البانل، تقدر تختار بانل تانية من دول، تقدر تعمل سيلكت بانل تختار انت بنفسك، تقدر تعدل في اي وقت، تضيف زي ما انت عايز.